تعالوا كده مع بعض يا جماعه نشوف هنا شكل الاوت فولتج هيبقى عامل ازاي. السؤال ده الهدف منه بس انه يفهمكم ايه الفرق ما بين الدايود والثيرستور والترانزستور. لو انا عندي هنا اي سي سبلاي محطوطه على دايود وعلى ريزيستنس بالشكل المتوسط ده وعايز ارسم الفي انبوت والفي اوت. الفي انبوت مش ساين ويف صح ولا غلط؟ ساين ويف. الفي اوت الدايود بيعمل ايه يا جماعه؟ لما الفولت على الاول يكون اكبر من الفولت على الكاسيت اللي هو من البدايه من اللحظه دي كده بيحصل ترن اون لمين؟ للدايود صح كده؟ لما يحصل ترن اون للدايود بقى شورت سيركت يبقى الفي اوت هو هو مين؟ الفي اس. يبقى هو خلال الفتره دي كده كلها الفي اوت يساوي الفي اس. قلنا بنيجي عند اللايف مستنى شوف اللود. طبيعه اللود هنا كان عندي ايه؟ ار لود. انا عارف ان في الار لود الفي والاي بيبقوا ايه؟ ان فيز مع بعض. معناها ايه؟ معناها ان الكرنت هيطلع مع الفولت وهينتهي مع الفولت. يبقى في اللحظه دي كده عند الباي هلاقي الكرنت وصل لايه؟ الكرنت وصل لزيرو صح ولا غلط؟ اول ما الكرنت يوصل لزيرو يبقى الضغط حصل له ايه يا جماعه؟ امتى الضغط بيحصل له تيرن اوف؟ لما التيار فيه ينزل لايه؟ للصفر، التيار نزل لصفر، اذا خلاص هيحصل تيرن اوف للدايب يبقى شكل الايه؟ الفي اوت والاي اوت بالشكل المصاري. طب تعالى هنا كده في دايب مصاري. هنا في هنا في عندي دي سي سبلاي محطوط على ثيرستور مطلوب ان انا ارسم برضه الفي اوت والفي اوت. الفي اوت قيمه ايه؟ ثابته. طب والفي اوت يبقى شكله عامل ازاي؟ ها يا جماعه مين يقول؟ يعني ايه شكل الويف فورم بيرجع للصفر؟ مش فاهم السؤال. اه طبعا ايوه بطاريه بقى دي الصفر ده هنا كده اي سي صفر ماشي. ها يا جماعه ايه اللي هيحصل هنا بالظبط؟ ها؟ بعد الالفا. طب افرض كان قيمه الدي سي نفسها اعلى من الفي بريك اوفر يبقى يحصل تيرن اوفر طول الوقت صح ولا غلط؟ فاحنا هنا هنفرض ان الفولت بتاعنا بتاع الاي اقل من الفي بريك اوفر. ساعتها يبقى وقت ما اعمل فايرنج انجل هيبدا ايه؟ يحصل تيرن اوفر للفايرنج. انا هقول اسيوم كده ان انا عملت فايرنج انجل هنا ده كده الجيت كارد ماشي. يبقى من اللحظه دي هيبدا الفي اوت يساوي مين؟ الفي انبوت اللي هي الاي. طب لحد فين؟ لحد ما الكرنت ينزل لزيرو. طب والكرنت هينزل لزيرو؟ مش هينزل يبقى يفضل طول على طول ايه؟ تيرن اون. طب ده يركز ده عباره عن ترانزستور نفس القصه الفي اوت ايه؟ الفي اوت بقى يا جماعه هيعتمد على ايه؟ على الديوريشن بتاع التيرن اون والتيرن اوف بتاع مين؟ بتاعت الترانزستور. طب لو انا جيت كده قلت ان ده الفولت بتاع الجيت بتاع الترانزستور. لو ده فولت الجيت بتاع الترانزستور في الشكل ده كده يا جماعه يبقى اذا الفي اوت هياخد نفس شكل الايه؟ الجيت فولت ده صح؟ والبيك بتاعته هتبقى كام؟ الفاليو بتاعت الايه؟ مظبوط كده؟ تاني انا قلت ان دي شكل الجيت بالص اللي هدخلها على مين؟ على الترانزستور. الترانزستور طول ما عليه بالص هيبقى شلت البالص يبقى اوف. يبقى طول ما في بالص اون معناها شورت سيركت معناها ان الفي اوت هتساوي ايه؟ هنا مفيش بالص خلاص يبقى اوف يبقى الفي اوت صفر. في مشكله كده يا جماعه؟ دي كانت مساله او سؤال رقم اثنين. عشان حضرتك نزل نعم؟ ما تحلها معايا؟ لا
بيكون الفي اوت اكبر من الفي ايه؟ كاسب، بيحصل تيرن اوفر للدايت.
حصل تيرن اون للتاير بقى شورت سيركت، يبقى الفي اوت هو هو ايه؟ الجهد بتاع السبلاي. يبقى اروح راسم هنا كده الفي اوت هو هو جهد السبلاي، وهقف عند الايه؟ عند البار. ليه هقف عند البار؟ هبص على اللود واعرف طبيعه اللود واعرف الكرنت هيكمل ولا لا. والله لو الكرنت هيكمل يبقى الفولت هيكمل مع الصبار، لو الكرنت نزل صفر خلاص يبقى الضايع صار تيرن اوف، يبقى الفي اوت خلاص بقى صفر. طبيعه اللود عندنا ار لود، ار لود معناها ان الكرنت الفي والاي الفيز مع بعض صح؟ يبقى اذا ادي الكرنت بتاعنا اهو، البيك فاليو بتاعت الكرنت كام يا جماعه؟ مش في ماكس هو على ار، يبقى 30 جذر 2 مقسوم على 20 يعني 1.5 جذر 2 قد ايه؟ وقلنا خلاص هيحصل ايه؟ تيرن اوف هنا خلاص، يبقى البوت برضه ايه؟ وقف لحد هنا وهكذا يبدا يكرر من بعد الاثنين. الفي ار كاسو اخر حاجه نفسها، الفي ار كاسو بيساوي ايه؟ حد المدرس بتاعك كده على الرسم. الفي اوت كاسو مش جهد الفولت دي ناقص جهد الفولت دي، يبقى الفي اس ناقص مين؟ الفي اوت. اطرح الفي اس اهو والفي اوت اهو، لو اطرحهم مع بعض يا جماعه في الفتره من الزيرو باي هتبقى صفر مظبوط، وبعد كده من هنا الفاليو دي اللي هي 30 جزء من ايه؟ طيب عايزين اكسبريشن للافريج فولتج الفي اوت افريج. الفي اوت افريج هيساوي يا جماعه؟ في نص واحد ناقص كوساين
2 اوميجا تي، دي اوميجا تي. ركزوا شويه يا جماعه، يبقى في اوت اوف مين سكوير بيساوي جهاز التربيع. في ماكسيموم تربيع على 4 باي، في تكامل 1 يبقى اوميجا تي، وعوض حدود التكامل على طول يبقى ها باي ناقص 0 ناقص كوزاين 2 اوميجا تي. تكامل كوزاين ها سالب ساين ولا ساين؟ ساين، يبقى ساين. بس هي 2 اوميجا تي يبقى هقسم على ايه؟ على 2. ساين ايه بقى؟ الاثنين اوميجا تي، عوض بيها مره بباي ومره بزيرو، صح؟ يعني ساين 2 باي ناقص ساين ايه؟ الزيرو. الكلام ده كله على 2 طبعا، سواء ده او ده الاثنين بايه؟ صفر. يبقى تطلع بتساوي الفي اوت رود مين سكوير، هتطلع بفي ماكسيموم على الباي كتير مع الباي، يبقى على 2. ماشي يا جماعه؟ اعوض يبقى الفي اوت رود مين سكوير هتساوي 30 جذر 2 على عايز الاي روت مين سكوير. يبقى الفي اوت روت مين سكوير على الار، يعني 15 جذر 2 على 20. بعد كده بيقول لي اوجد الافشنسي. الافشنسي عباره عن ايه؟ الباور دي سي على الباور الاي سي، يعني الكلام ده حساب. الباور دي سي اللي هي الفي افريج في الاي افريج على الفي روت مين سكوير في الاي روت مين سكوير. عندي كل حاجه اقدر اعوض. على فكره هي مش هتعتمد على الفاليوز بتاعت الار ولا الفاليوز بتاعت الفي ماكسيموم ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، هي هتبقى قيمه ثابته. ليه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. أنا بقول إنها مش هتعتمد على الفولتات ولا الريزستنس. ليه؟ تعالوا نبص. الفي افريج كام؟ الفاليو بتاعتها أو الإكسبريشن بتاعها؟ في إم على باي. في إم على؟ باي. في في إم على باي آر اللي هو الكارنت. في إم على 2 اللي هو إيه؟ روت مين سكوير. في إم على 2 آر اللي هو الكارنت بتاع روت مين سكوير. طيروا الفي إم مع بعض والآر مع بعض. يطلع بايه؟ 4 على باي سي سكوير، صح؟ يبقى هي ما بتعتمدش على الفاليوز. طيب عايز بعد كده ما لهاش ايه؟ لا الكلام بتاعك مش ايه؟ يعني في حته كده ايه؟ لابسه بالنسبه لي. الافشنسي، تعالي نتكلم على مكان ماشين. افشنسي عباره عن باور اوت على باور ايه؟ انبوت. هي يونت ليست، بس ديبند على حاجه ولا مش ديبند على حاجه؟ ديبند على حاجات كتير. انا لو عندي كنت درست ترانسفورمر ولا درست دي سي ماشين ولا درست اندكشن ماشين، لو عندي اللوسز في المكنه زادت، اللود بتاع المكنه اتغير، الافشنسي كانت بتتغير كفاليو ولا لا؟ اتغير. لكن انا هنا عندي في الدايره دي شكل الدايره دي كده، ايا كان قيمه اللود وايا كان قيمه الفولت وايا كان قيمه الار، الافشنسي راح ثابت. ماشي كده؟ فاهم الكلام اللي انا عايز اقوله؟ انا ما بقولش هي يونتلس ولا ليها يونت، انا بقول هي فاليو ايه؟ ثابته ما بتتغيرش في الدايره دي. طيب عايز بعد كده الفورم فاكتور وعايز الريبل فاكتور. الفورم فاكتور هيساوي الفي وتمين سكوير على الفي يا جماعه افريج، يعني في ماكسيموم على 2 مقسوم على في ماكسيموم على باي، يعني تطلع بباي على 2. الريبل فاكتور
بيساوي الجذر التربيعي للفورم فاكتور تربيع ناقص واحد، يعني بيساوي الجذر التربيعي واي على 2 تربيع ناقص واحد. كده جبت كل الايه؟ المقدمين في المساله. طيب تعالى كده نشوف المساله رقم، مسألة رقم 4 احنا حلينا زي المرة اللي فاتت، وهي هي زي اللي قبلها، بس الاختلاف ان في ايه؟ ترانسفورمر. احنا المرة اللي فاتت في المسألة بتاعت الـ RE كان في ترانسفورمر وعرفنا نتعامل معاه ازاي. ماشي؟ طيب. مسألة رقم 5. دايود ولا ثيرستور؟ ثيرستور؟ طبيعة الروت بتاعتنا هنا ايه؟
نمت ولا ايه؟ ار ال ما بتردوش ليه؟ ار ال بيس. طيب طبيعه اللود عندنا هنا ار ال لود. ار ال لود معناها ان انا عارف ان الكرنت مش هيحصل او مش هينزل لصفر عند الباور، صح ولا غلط؟ هيكمل شويه حسب السيتا بتاعت اللود. حسب ايه؟ السيتا بتاعت الار ال فاليو. تعالوا كده نبدا نشوف شكل الفولت. والله في البدايه لما يبدا الفولت بتاع السباي يكبر عن الصفر الثيرستور ده هيحصل له ايه؟ لا نستغل ان يبقى في فايرنج انجل. يبقى هو فيها ديبريشن اكبر من الصفر اه بس مش هيحصل في المهم الا لما ايه؟ اعمل فايرنج انجل هنا عند زاويه الفا 30 درجه. يبقى عند ال 30 درجه يحصل له تيرن اون. يبقى من هنا كده اقول لك ان الفي اوت شكله بقى عامل كده لحد ما ينزل البار. طب والكرنت؟ اقل من ايه؟ هو ساين اساسا؟ اه ايه؟ هيبقى ساين سويدا؟ ولا يبقى في جزء اكسبوننشال؟ في جزء اكسبوننشال صح ولا غلط؟ نتيجة السويتش. طيب يبقى الكرنت هيبدا من هنا كده يزيد. قلنا الكرنت هيبقى ماكسيموم امتى يا شباب؟ شرحنا الجزء ده المرة اللي فاتت. لما ال في ال تساوي صفر عندها ال في سبلاي هتبقى قد مين؟ قد الاي في الايه؟ في الار. ماشي؟ طب ده التيار الاي في الار هياخد نفس الشكل وليكن الاي في الار اهو يبقى هيقطع ال في اس عند النقطه دي يبقى هقول اسيوم ان هنا هي النقطه اللي عند ال في ال بزيرو يبقى ساعتها الاي ال بيبقى ايه؟ ماكسيموم. يبقى دي القيمة بتاعت الماكسيموم كارنت. خلاص كده يا جماعة؟ طالما الكارنت جزء ماكسيموم معناها ان هو خلاص الفولت هيتقلب عليه يبدأ بعد كده يعمل عملية ايه؟ ديستشارج هيفرق. أي تيار تاني؟ أنا ما رسمتش التيار واحد بس. اللي أنا رسمته ده أنا قلت ده الـ VR هو الـ I في الـ R. ماشي؟ هو الـ V اللي هتساوي صفر امتى؟ لما الفي اس يساوي الاي. ماشي؟ الزاويه بتاعتنا دي اسمها الفا والزاويه بتاعتنا دي اسمها ايه؟ بيتا ودي الباي. اللي حصل ان الكرنت كمل بعد الباي يبقى المفروض الفولت هي ايه؟ بس الكلام ده لو ما كانش فيه فري ويلنج دايركت. لكن نتيجه وجود الفري ويلنج دايركت ده اللي هيحصل هيحصل ترن اوف للثيرستور ده. ليه؟ لان البولاريتي اول ما اتقلبت الموجب بقى تحت والسالب بقى فوق الدايب ده حصل له ايه؟ تيرن اون. فوصل الموجب على الكاسور بتاع الثيرستور وحصل له تيرن اوف. يبقى ساعتها دي اول بقى نساوي الجهد اللي على الدايب اللي هو شورت سيركت يبقى صفر. يبقى من اول هنا كده الفي اوت هيساوي صفر. لحد فين؟ لحد ما يحصل تيرن اون من السايكل اللي بعدها اللي هي عند 2 باي بقى زائد الدايب. ممكن ايه؟ حضرتك تكتب الاشارات على الاشارات دي الاشاره بتاعتنا على طول الفي اوت ماشي والفي اس طبعا المفروض السالب تحت ده هو الفي اوت يعني الفري تايم ده هيبقى شغال لما الستاتستور يبقى لما البولاريتي بتاعت الاول تتقلب. اول ما البولاريتي بتاعت الاول تتقلب يعني عايز ينزل للنيجاتيف معناها ان تحت بقى موجب وفوق بقى سالب والثيرستور هيبقى اوف. خلاص كده؟ والستورد انرجي اللي موجوده بقى في الاندكتنس قاعده ايه؟ بتفرق في الايه؟ في لحد ما الكرنت ينزل ايه يا جماعه؟ للصفر. الكرنت ينزل للصفر بنسميه ديسكونتينوس، بنسميه ايه؟ ديسكونتينوس كرنت، يعني نزل للصفر ويبدا بعد كده يكمل تاني عند التيرن اون جيم. طيب بص مع بعض. فين التيار بتاع السبلاي؟ الاي اس. فين الاي اس يا جماعه؟ ها؟ اقدر اقول الاي اس عباره عن ايه؟ هو نفس التيار ده بس من الالفا لفين؟ للبار اللي هي الفتره اللي الثيرستور كان ايه؟ كان اون فيه. طب والتيار بتاع الفري ويلنج دايركت؟ اللي هو الجزء الباقي بقى من الباي لحد فين؟
واحد على 2 باي تكامل مين لفين؟ من الالفا للباي اللي فيه ماكسيمم ساين اوميجا تي في الدي اوميجا تي. يعني الكلام ده هيساوي في ماكسيمم على 2 باي تكامل الساين سالب كوساين. يبقى هقول كوساين للباي او سوري كوساين الالفا ناقص كوساين الايه؟ الباي سالب كوساين باي يبقى موجب واحد زائد كوساين الالفا. ده كده الاكسبريشن بتاع الاوت افريج فولتج. عايز اجيب الماجنتيود بتاعه بكام؟ هعوض الفي ماكسيموم بكام؟ هو اداني الفي اس بكام يا جماعه؟ يبقى اذا الفي ماكسيموم ب 22 كسر ايه؟ 2 مقسوم على 2 باي في 1 زائد كوساين الالفا بتاعتنا 30. ده كده مطلوب الاولاني. عايز الاي افريج. اقدر اقول الاي افريج ايه؟ الرقم بتاعته ايه؟ ها؟ في اوت افريج على الار لان انا عارف ان الافريج فولتج على الاندكتنس بتساوي صفر. اذا البي اوت افريج على الار يبقى القيمه اللي فوق دي بس بقسمها على ايه؟ على الريزستنس بتاعتنا اللي هي 10. عايز ايه تاني؟ كده خلاص الموضوع دي. جه بعد كده بيقول لك ايه في المساله؟ لو انا استبدلت الثايرستور بدايت فايند ايه بقى اكتر؟ اذا افتش اوت ماشي. تعالوا نشوف كده لو انا استبدلت الثايرستور بدايت ايه اللي هيحصل؟ لو شفت الثايرستور ده جمع اكتر من الدايت يبقى اولا مش حاجه اسمها فاير. ده من البدايه هنا هيبدا ايه على طول؟ هيحصل تاني ضغط صح؟ خلاص يبقى انا متوقع ان شكل الفي اوت انا هعدي دوتس كده ماشي؟ يبقى انا متوقع ان شكل الفي اوت يبدا من الايه؟ من الزيرو. واول ما تيجي عند الايه؟ عند الباي ايه اللي هيحصل؟ الدايت التاني برضه هيحصل له تاني برضه بنفس الايه؟ النظام. نعم؟ هي ايه اللي كانت مقاومة؟ الفي اوت هيطلع زي المقاومة. ماشي؟ يبقى التكامل ساعتها هيبقى من الزيرو للايه؟ للباي. خلاص يا جماعه؟ يعني هعوض عن الالفا بزيرو في القانون ده واقدر اطلع فيه الايه؟ الافرج فولت. يبقى اذا هقول في حاله الريبليسمنت الفي اوت كافرج فاليو هتطلع بتساوي الفي ماكسيموم على ايه؟ على كان العلاقه برضه دي مثلا على الراي يعني 22 جذر 2 على مطلوب اللي بعد كده توجد بقى اكسبريشن للفي اوت 300 سكوير وفايند 300 سكوير اوت طبعا انتوا بقيتوا اساتذه بقى خلاص في القصه دي. الفي اوت 300 سكوير زي ما حد الدايركت؟ لا في حد الثايرستور. جذر تربيعي واحد على 2 باي تكامل من الالفا للباي اللي هي الحدود بتاعت ايه؟ النقط بتاعتي. في الويف فورم تربيعي اللي هي في ماكس فورم تربيع ساين تربيع ايه؟ اوميجا تي دي اوميجا تي. الكلام ده هيساب جذر تربيع في ماكسيموم تربيع على 4 باي لان هطلع نص من هنا تكامل من الالفا للباي 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي دي اوميجا تي. الكلام ده هيساب في ماكسيموم تربيع على 4 باي ها تكامل الواحد وعوض الحدود يبقى باي ناقص باي ناقص الفا ناقص تكامل كوساين ساين بس هنا في 2 اوميجا تي يبقى بقسم على 2 يبقى نص في الساين بتاعت الباي يبقى ساين 2 باي ناقص ساين 2 ايه؟ الفا. ساين ال 2 باي بكام؟
بزيرو. يعني بعد ما اقول الكلام ده هيساوي الجذر التربيعي ل في ماكسيموم تربيع على 4 باي في باي ناقص الفا زائد نص ساين 2 الفا. ده كده اكسبريشن لمين؟ للفي اول برنسبل واعوض على الالفا ب 30. طيب سؤال بقى، انا هسال بقى كذا حاجه ممكن تتعدل هنا في المساله. بتبقى اول حاجه ممكن الدكتور يجي في الامتحان يقول لك حل لي المساله طيب وحلها لي من غير فري ويل جرايند. طب لو من غير فري ويل جرايند هل الفولت بتاعي كان هيقف عند باي؟ كان هيكمل لحد البيتا. طب عشان اجيب ابل مش فاهم، مش محتاج اعرف قيمه البيتا؟ اعرفه منين؟ عشان احسبها بعمل ايكويشن للكرنت وببدا اعوض بالانيشال كونديشن والفاينل كونديشن وبحل معادله بالترايل اند ايرور. والدكتور المحاضره اللي فاتت كتب لكم المحاضره دي، كتب لكم الايكويشن في المحاضره ماشي، بس قال لكم مش هجيبها لكم كده، هيبسط عليكم الموضوع شويه وهيعمل ايه؟ هجيب لكم كيرف وتبداوا تستخدموا الكيرف وتطلعوا منه زاويه الايه؟ البيتا. طب الكيرف ده هيبقى عباره عن ايه بقى واطلع منه البيتا ازاي؟ الكيرف ده هيبقى علاقه ما بين الجاما اللي هي الكونفكشن انجل، الجاما دي اللي هي بيتا ناقص الفا. الجاما اللي هي بيتا ناقص الايه؟ الالفا. مع زاويه الالفا. ويجي يروح راسم لكم كده ايه؟ ولا هبدا استخدم الزاويه بتاعته علشان احسب الايه؟ سوري ببدا استخدم الار والال والاوميجا عشان احسب الايه؟ الزاويه بتاعت اللود. حسبت زاويه اللود هيكون بقى الدكتور مديهالي واحده من دول وهيديني قيمه الالفا، يبقى همسك كده قيمه الالفا هستخدمها واطلع كده على وش لحد ما اقطع الايه؟ الكيرف بتاع السيتا في نقطه واشوف انا عند انهي سيتا. والله اللود بتاعي بتاع سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3 وليكن سيتا 2، اروح جاي جايب قيمه الايه؟ الجرام بتاعتي اللي انا عايزها. جبت الجرام اقدر احسب قيمه البيتا وايه؟ واوفر مثلا. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب دي الحاجه ايه؟ الملحوظه الثانيه. يبقى قلنا الملحوظه الاولانيه اللي هي هتهرب زي ما قلنا كم ملحوظه كده؟ ها؟ ملحوظه المتغير في الشاب والملحوظه الثانيه اللي بنبدل الدايركت في الاسكر. في ملحوظه كمان ان يديني الام بتاعتها كبيره جدا او يقول لك انفينيتي. يعني ايه انفينيتي بقى بالنسبه للام؟ كلمه ال انفينيتي يا جماعه معناها ان قيمتها كبيره بس مش برقم انفينيتي. انا عندي لو الاندكتنس بواحد هنري ده بالنسبه لي انفينيتي، لان عمليه الاستحاله صعب جدا اقدر اوصل لقيمه ال بواحد هنري، ما اقدرش اوصل لها ماشي. عمليا بالطرق العاديه ما اقدرش اوصل لها، ممكن بقى نوصل لها بقى بطرق ايه؟ حاجات حديثه شويه زي السوبر برودكتور والنانو تكنولوجي والكلام ده. لكن الطرق التقليديه اجيب سلك والفه على كور بحيث ان انا اعمل اندكتنس مش هقدر اوصل لل بالرقم خلاص. طيب لو كانت ال كبيره كده بقى وفي انفينيتي ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي في الويف فورم بتاعته هيتغير؟ اولا احنا عارفين ان قيمه الاندكتنس لما بتعلى بيحصل ديلي في التايم بتاع الشحن والتفريغ ولا لا؟ يعني لو كانت السيتا كبرت شويه هنا كنت هتلاقي الكرنت بدل ما هو بدا عند الفا وقفل هنا عند البيتا في الحته دي كده، لا ده كنت ممكن تلاقيه كمل شويه كمان. كبرت الايه الاكثر؟ ده ممكن يكمل شويه كمان بحيث ان هو يوصل عند الايه؟ يعدي الاثنين باي زائد الفا. ولو عدى الاثنين باي زائد الفا معناها ايه؟ معناها ان الكرنت مش هينزل يزيد، الكرنت هيفضل على طول ايه؟ كونتينوس. صح ولا غلط يا جماعه؟ كرنت كونتينوس نتيجه ان انا كبرت الايه؟ الاندكتنس. انا لسه ما بقولكش وصلت لانفينيتي، انا بقول ان انا كبرت ال بس. طب وما اوصل لانفينيتي بقى؟ كل ما بتكبر في قيمه ال كل ما الريبلز بتاعت الكرنت بتقل لحد ما يوصل لقيمه ايه؟ ثابته.
يبقى لو قال لك هايلي اندكتيف لود معناه ان ال ايه افكتي معناه ان فولت الكرنت ايه ثابت، يبقى على طول طالما قال لي ال كبيره او تلاقي كده على الكرنت بدون ما اعرف بقى الاكل بكام ولا الكلام ده كله اروح قايل على طول ان الاي اوت قيمه ثابته كده وليكن اسميها مثلا اي. في مشكله كده يا جماعه؟ طب انا عايز بقى الاي دي ابدا اشوف الاي اس بتاع السنسور كام بتاع الترانزستور وعايز اشوف الاي بتاع الفيلم ده التيار بتاع السورس هيبدا عند الفا وينتهي عند ايه؟ عند باي. والتيار بتاع الفيلم لايت هيبقى عكس الايه؟ او كومبلمنت للايه؟ للتيار بتاع السورس، صح كده؟ لان لازم مجموع الكرنت تبقى زي كده. الاي نوت دي بدا من فين؟ الاي نوت بدا من قصدي كده يعني ده انا بس بعمل يا جماعه في الستيدي ستيت. يعني ايه في الستيدي ستيت؟ يعني المفروض خلاص ان انا عديت مرحله الايه؟ الترانزيت مش كده. لكن هو في البدايه خالص صح مش هيظهر قبل الاخر. لان ده كان لكن مجرد ان السايكل عدت السايكل اللي بعدها هيبقى ماشي. طيب بصوا يا جماعه لما احب اجيب الاي اذن اللي هجيبه ازاي؟ هو القيمة بتاعتها في الباي عندي هي الارج الار. ما زال الار الافرج اللي هو هنا اسمه اي ايه هيساوي الفي اوت افرج على الايه؟ على الار. طب لو حبيت اجيب الاي اس افرج هقول ان هو عباره عن الاي ايه مضروب فيه الديوريشن اللي هي بتاعت ايه من الالفا للباي على الاثنين صح كده ولا غلط؟ يعني تكامل واحد على 2 باي 2 باي التكامل من الالفا للباي لقيمه ثابته يبقى تطلع بالباي اصلا ماشي؟ نفس الكلام بالنسبه للايه؟ للاي ام عايز اجيب الاي ام كافرج فاليو يبقى هيساوي ده واحد على 2 باي فالاي ايه؟ تكامل من ايه لفين؟ ها؟ من الباي لحد 2 باي زائد الفا يبقى اطلع 2 باي زائد الفا ناقص الباي تطلع بباي زائد ايه؟ زائد الفا ماشي يا جماعه؟ في مشكله؟ في حد مش فاهم؟
سنة بتقول إن الست شون الفايل اللي عندي 30 أوجد للأرض 30 درجة. إيه المطلوب؟ درول إنبوت فولتج والأوت فولتج برضه يخليلي الفولت بوزيتيف بالشكل ده.
بالظبط هتزودها. تعالوا نجيب الاي اس، نجيب الاي اس. الاي اس اللي هو فين؟ الاي اس بيساوي ايه يا جماعه؟ مش التيار ده ناقص التيار ده؟ صح؟ يعني اي واحد ناقص اي 4 واي 4 هو اي 2. يبقى لما اجي اجيب الاي اس شكل الفولت كان هيطلع زي ما هو كده ولا كان هيتغير؟
طب لو كانت البيتا بقى بالواي فاي الفا؟ تاني السؤال ده بس ركز معايا دلوقتي، انا بقول لك لو كان ار ال لود وكان قيمه ال ال مش كبيره قوي، فخلت الايه؟ البيتا اصغر من الواي فاي الفا، يبقى كان الفولت هينزل معاك بالنيجاتيف ويرجع تاني ايه؟ للصفر عند البيتا اللي هو قبل الواي فاي الفا. طيب افرض البيتا كانت اكبر من الواي فاي الفا، ايه اللي هيحصل؟ احنا سألنا كام سؤال هيجاوب عليه المره الجايه؟ لا ما تنسوش، ما انتوا بتكتبوا على الورقه. انا عايزكم تشتغلوا بكل بساطه كده، هتروحوا في البيت تفتحوا المتلاب تعملوا الدايره بتاعت الكمبيوتر. خمس متلاب مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها ما خدناش. انت لما بتخشي على الانترنت عندك بتخش على ايميل، في حد يقول لك لا اصل انا ما اعرفش اخش على ايميل عشان ما خدتش ايميل. المفروض بالنسبة للمهندس المكتب دي حاجات أساسية، لازم تكونوا عارفين، لازم تكونوا عارفين لغة برمجة. ماتلاب البرنامج الوحيد اللي بنقدر نعمل بيه سيميليشن. مش عارفة ما عندكيش ماتلاب او مش عارف ماتلاب تشتغلي على بروتس، اشتغلت من دون بروتس صح ولا غلط؟ برضه ما انتوا اشتغلتوا ايه؟ لا يا ريت بقى ممكن ماتلاب انا اعرف اتعلمها. حاجات زي كده مهمه جدا، يعني احنا نفسنا ساعات بنختلف في حاجات بنرجع نعملها، نعمل سيميوليشن ونجيبها. ماشي؟ انا السؤال بقى بتاعي دلوقتي ايه هو؟ لو كانت البيتا دي مكمله بعد الباي سايد اوف ايه اللي هيحصل؟ الاجابه ايه؟ بعد الفلوس. كده هي الله هي هي، والاثنين